خلينا نبص او نطلع على مدينه بورسعيد. يعني كنا بنبص بشكل مكثف على بورسعيد مع احتدام الاحداث، لازم نشوفها بعد هدوء الاحداث. الحقيقه انه بدات الحياه تعود تدريجيا، يعني لو قلنا بدات الحياه تعود ووقفنا نبقى مش بنوصف بدقه. في بعض المحلات او كتير من المحلات ابتدت تفتح، انما الحركه حركه التجاره يعني ما زال فيها ركود. صحيح ان المدارس فتحت ابوابها، الا انه اعداد التلاميذ والطلاب اللي راحوا المدارس اعداد ضئيله جدا، لدرجه ان هم يعني لما صورنا كاميرا جمله مفيده، راحت بعض المدارس ما فيهاش غير يعني الفصل يبقى فيه 4 طلاب او طالبات. الحياه بدات تعود انما بحذر شديد وببطء ايضا. بعد عصيان مدني استمر 3 أسابيع عادت الحياة تدريجيا إلى بورسعيد. استأنفت معظم المصالح الحكومية عملها مثل الغرفة التجارية ومصلحة الجمارك والموانئ والبنوك الحكومية والأجنبية، كما عاد العمل إلى المدارس مع حضور أعداد قليلة من الطلبة، وذلك استجابة لدعوات قيادات القوات المسلحة التي طالبت أهالي بورسعيد بعدم الانصياع لدعوات العصيان المدني. فالمدرسين موجودين، ولكن الطلبة كل أولياء الأمور خايفة على أولادها، وخاصة إنها متقربة من المظاهرات. الناس خايفة، الناس مرعوبة، الأهالي بتستغيث، تلاقي بلطجية بالليل بتثبت الناس، الجيش مش هيقدر يعمل حاجة. بنشكر الجيش قام بمجهود خرافي، رجع الناس شوية تحيا شوية، بس لسه في إمل لبورسعيد. ورغم فتح المحال التجارية أبوابها، فإن حركة البيع والشراء متوقفة تماما. بالنسبة للتجارة وبالنسبة للشغل فالحالة الأمن صفر. فيما ساد الهدوء محيط مديرية الأمن، ولا تزال الشرطة منسحبة ويقوم الجيش بمهامها. كانت الدعوات إلى العصيان المدني قد تصاعدت من بعض القوى السياسية والثورية في 26 فبراير الماضي للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن مقتل 31 شخصا في مواجهات بين المحتجين والشرطة وقعت بعد النطق بالحكم في قضية استاد بورسعيد في أواخر يناير الماضي.